شباب اولى ثانوي جميل، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على حاجه مهمه جدا 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 في الكيمستري، وهي اللي اسمها الكيميكال ايكويشن. يعني ايه كيميكال ايكويشن؟ يعني معادله كيميائيه. يعني ايه برضو يا مستر معادله كيميائيه؟ يعني بحط حاجات على بعضها تتفاعل وتكون لي، تتفاعل يعني كده اسمها رياكتنت، وتكون لي حاجه جديده خالص اسمها برودكت. في اي مشكله؟ انا ما عنديش اي مشكله. طب دي اسمها معادله كيميائيه. طب يا مستر او كيميكال ايكويشن، ازاي بتكتب المعادله دي؟ يعني الصوديوم بلس ووتر تديني ايه بالظبط يا مستر؟ طب هو الصوديوم رمزه ايه اصلا يا مستر؟ طب معلش ماشي، هو الصوديوم ده ايه يا مستر؟ يعني الصوديوم ده موليكيول ولا اتوم ولا ايون ولا ايه بالظبط يا مستر؟ انا ما اعرفش. ولا كومباوند؟ انا ما اعرفش الفرق ما بين الاسامي. تعرف تعلمني يا مستر؟ تعال اعلمك يا معلم، وواحده واحده مع بعض هنتعلم. بس اهم حاجه قبل ما تيجي ندردش كده سوا، كوبايه النسكافيه بتاعتك الجميله، تعالى لي. بص يا معلم، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اي ماده في الكون تتكون من حاجه اسمها، ثانيه واحده، اعمل زوم كده للماده، هتلاقيها بتتكون من حاجه زي بيقولوا عليها مولكيولز. ايه ده؟ اي ماده في الكون بتتكون من حاجات كبيره اسمها مولكيولز. تمام ماشي يا مستر. هي ايه المولكيولز ديت؟ دي المولكيولز ديت الحاجات اللي بتتكون منها الماده. تمام. هو طب المولكيولز دي بتتكون من ايه؟ قال لك يا مستر المولكيول دي بتتكون من حاجات اصغر منها. ايه الحاجات اللي اصغر منها يا معلم؟ قال لك الحاجات اللي اصغر منها ديت اللي هي اسمها الاتومز. اسمها ايه يا معلم؟ اتومز. يعني المولكيول ممكن يتكون من اتوم واحده، ممكن يتكون من 2 اتومز، ممكن يتكون من 3 اتومز، مش شرط 3 اتوم، ممكن يتكون من 4 اتومز، ممكن يتكون من 5. يعني من الاخر المولكيول ممكن يتكون من، يبقى عباره عن اتوم واحده او 2 اتوم او 3 اتوم او 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 زود براحتك زي ما انت عايز. حد عنده اي مشكله؟ اتمنى ما يكونش في اي مشاكل لغايه دلوقتي. طب معلش، هي الاتوم دي ايه؟ دي اصغر حاجه بتكون الماده، دي اسمها اتوم. خلاص ماشي، ما عنديش اي مشكله. يبقى خلاص اتفقنا، يبقى اي مولكيول دلوقتي بيتكون من يا اما مونو اتوميك يعني اتوم واحده، داي اتوميك يعني 2 اتومز، يا اما تراي اتوميك او اكثر من او اكثر من اثنين. من الاخر في اي مشكله؟ اتمنى ما يكونش في اي مشكله. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص يا معلم، يبقى احنا كده اتفقنا ان اي ماده بتتكون من حاجات صغيره اسمها مولكيول، وجواها حاجات اصغر جواها اتومز. طب تعالى نقسمهم كده مع بعض واحده واحده. اي ماده اللي هي عباره عن المولكيولز بتتكون من مولكيولز، في اي مشكله؟ لا. المولكيول دي ممكن تتكون من اتوم واحده، يا اما 2 اتومز مثلا، ممكن نقول زي بعض بالظبط. تمام. يا اما 2 اتومز مختلفين عن بعض او اكتر. في اي مشكله؟ اتمنى ما يكونش في اي مشكله. يبقى خلاص، يبقى السبستانس اللي هي المولكيول بتتكون من يا اما اتوم واحده، يا اما 2 اتومز، يا اما 2 اتومز زي بعض بالظبط، يا اما 2 اتومز مختلفين عن بعض. واحده واحده، لو مكونه من اتوم واحده بقول عليها مونو اتوميك. مونو يعني حاجه واحده، مونو يعني وان، اتوميك يعني اتوم، ذره واحده. فيها مشكله؟ طب لو مكونه من تو اتومز زي بعض بالظبط، يبقى اسمهم داي اتوميك. طب الاثنين دولت متصنفين تحت بند اسمه الاليمنت، يعني اي اتوم واحده واقفه لوحدها واي تو اتومز زي بعض بالظبط بقول عليهم ان دولت اليمنت، يعني دولت عناصر. فيها اي مشكله؟ يبقى اي حاجه واقفه لوحدها او اي اثنين اخوات زي بعض بالظبط يبقى اسمهم اليمنت. فيها اي مشكله؟ ما عنديش اي مشكله. قال لك اي حاجه واقفه لوحدها بتبقى صلبه، حاجه ناشفه يعني سوليد، يبقى المونو اتوميك بيبقوا سوليد. فاهم مشكلة؟ طب الداي اتوميك؟ قال لك لا، ده دولت بيبقوا جازس. اي اتنين زي بعض بالظبط بيبقوا جازس. طب معلش يا مستر، انت قلت لي دولت اتنين مختلفين عن بعض صح؟ تمام، دولت اتنين مختلفين عن بعض، تو اتومز او اكتر مختلفين عن بعض. طب اقول عليهم ايه يا مستر؟ طب هنا زي بعض بالظبط بقول عليهم اليمنت. طب هنا اقول عليهم كومباوند يا صاحبي. كومباوند؟ والله العظيم كومباوند. في اي مشكله؟
اتمنى ما يكونش فيه لغايه دلوقتي اي مشاكل. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بص بقى يا معلم، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اي سبستانس اللي هي بتتكون من مولكيول، في منها تو كاتيجوريز، اللي هي اليمنت واللي هي كومباوند. فيها مشكله كومباوند اي تو اليمنت غير مختلفين عن بعض، او تو اناس في اناس، تو اتوم مختلفين عن بعض، فيها مشكله. طب هنا الاليمنت، لا قال لك الاليمنت يا اما مونو اتوميك يا اما داي اتوميك. مونو يعني حاجه واحده، وداي يعني حاجتين. اديني مثال يا مستر على الحاجات المونو اتوميك. حاجه زي الصوديوم، بص الصوديوم، بص ان ايه مستر معلش، هي الرموز دي بتتكتب ازاي؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بص بقى معلم، تعال نكتب الرموز واحده واحده مع بعض. حاجه زي الصوديوم مثلا، رمزه قال لك رمزه ان ايه. طب بتكتب ازاي يا مستر؟ هل هكتبها كده يا مستر؟ لا غلط، حرام، ما ينفعش. طب بتكتب ازاي يا حبيبي؟ بص يا بابا، ان كابيتال اسمول، ده الطريقه الصح بتاعتها. طب ما تعملها ليش كده والنبي؟ بص ممكن تعملها لي كده ان ايه؟ لا يا حبيبي، الان كابيتال ما عنديش اي مشكله. طب الايه؟ الايه؟ هل دي كابيتال؟ لا يا دي انا عايزها تبقى سمول. ما تعملها ليش كابيتال، ما تعملها ليش كابيتال، فيها مشكله. يبقى ده كده رمز واحد اسمه صوديوم. طب لو قلت لك المغنيسيوم ام جي، بص الام كابيتال والجي سمول، حد ده يترد؟ ما تكبرها ليش، ولا ما تكبر ليش الجي، ما تخليهاش كابيتال، خليها سمول كده زي ما هي. قلت لك مثلا ايه يا ربي تاني، مثلا حاجه زي الالومنيوم مثلا، ايه ال، بص ايه وال، ده كله على بعضه رمز واحد، مش رمزين، مش الايه رمز ولا ال رمز. طب تعالى بقى معايا، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، تقدر تقول لي يا مستر امثله عليهم؟ تعالى اقول لك مثلا حاجه زي المونو اتوميك، زي الصوديوم ان اي، البوتاسيوم كي، المغنيسيوم ام جي، الميركري اتش جي. خلاص احنا اتفقنا اي حاجه مونو اتوميك بتبقى سوليد، ماشي، ما عنديش اي مشكله يا مستر. اي حاجه واقفه لوحدها بتبقى سوليد، اي حاجه واقفه لوحدها بتبقى سوليد، اي حاجه واقفه لوحدها بتبقى سوليد. يعني ان واقف لوحده صح، سوليد. الكي واقف لوحده سوليد، الام جي واقف لوحده سوليد، الاتش جي واقف لوحده سوليد. تمام؟ لا انا غلطت غلطه دلوقتي. ايه هي الاتش جي دي؟ الوحيده اللي اكسبشن، الاتش جي الوحيده او اللي هو الميركري ده الوحيده اللي ليكويد هنا، في اي حاجه واقفه لوحدها بتبقى ليكويد. تمام؟ دي الحاجه الوحيده اللي فيهم ليكويد، كلهم سوليد الا دي. فيها اي مشكله يا باشا؟ حد عنده اعتراض؟ لا. طب الداي اتوميك، قال لك الداي اتوميك دولت هم 7 اليمنت، مفيش اكتر من كده. تعرف تحفظهم لي يا مستر؟ احفظهم لك، تعالى بس ننتهم الاول عشان نعرف ننطق اسمهم. اول حاجه خالص برومين بي ار 2، ايودين اي 2، نيتروجين ان 2، كلوراين سي ال 2، اوكسجين او 2، فلوراين F2، هيدروجين H2. معلش هي ايه 2 دي يا مستر؟ يعني ايه H2 دي؟ يعني ده معناه ان الديت عباره عن 2 H، اتوم اسمها H واتوم اسمها H ماسكين في بعض، ال2 ديت تبع ال H. طب معلش يا مستر، ثانيه واحده، ممكن بس تخليك معايا شويه. دلوقتي يا مستر مثلا لو جيت قلت لك CO2 يا مستر، هي ال2 دي تبع مين؟ تبع ال C يا مستر ولا ال O؟ بص يا حبيبي، هي ال2 دي تبع ال O. طب انت مش مصدقني، تعالى اعلمك حركه تعرفها بيها بسهوله. ايه الحركه دي؟ دلوقتي انت وماما دلوقتي او بابا ماشيين مع بعض، فيها اي مشكله؟ وانت صغير، وانت طفل فيها صغير، هو انت تبقى ماشي مع مين؟ دي فلنفترض بابا مثلا، او خليها ماما، دي ماما وده انت. انت دلوقتي ماشي مع مين؟ مع ماما صح؟ يعني ماما هي اللي تتحكم فيك، يعني ماما انت دلوقتي ماشي معاها، انت تابع لماما. انا ليه اعتراض؟ طب لو دلوقتي جبت لك وبابا ماشي مع ماما، هل دلوقتي ماما لو جت مشي كده في اي اتجاه تاني غير بابا، انت هتمشي في اي اتجاه؟ هتمشي مع ماما ولا هتمشي مع بابا؟ انت تابع لماما، انت ماشي على طول مع ماما، يعني انت مع ماما اهو على طول. بص التول هو انت، الاول هي ماما، السي اللي هي بابا، حد عنده اعتراض؟ او اختك مثلا، في اي مشكله؟ حد عنده اعتراض؟ لا. طب حلو، نرجع تاني يا مستر، خلاص فهمنا التو دي تبع الاكسجين مش تبع الكربون، خلاص ماشي، نرجع تاني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه هم الداي اتوميك يا معلم؟ هم 7 اليمنت، تعالى حفظهم لك بطريقه سهله وبسيطه، واللي هي كله بينف،
ايه القرف ده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كله بينف، يعني ايه كله بينف؟ يعني سي ال او اكسجين، اتش هيدروجين، بي يعني برومين او برومين، بي ار 2، اي اي 2، ان ان 2، الاف اف 2، فيها اي مشكله؟ لا، يبقى صلى على النبي، يبقى ايه هم الداي اتوميك؟ كله بينف جازس. كله بينف جازس، كله بينف جازس، يبقى الاليمنت الداي اتوميك كله بينف جازس. حد انه يعترض؟ فيها اي مشكله؟ حاجه صعبه؟ لا، يبقى اي حاجه واقفه لوحدها سوليد، واي حاجه داي اتوميك كله بينف جازس. سي ال او اتش، بي يعني بي ار 2، اي اي 2، ان ان 2، اف اف 2. حد انه يعترض؟ فيها اي مشكله؟ فل، اتمنى يكون فل. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كومباوند بقى يا معلم، الكومباوند ده انت تقول لي تو اتومز مختلفين عن بعض، حاجه زي مثلا ان اس ال، طب ما هي ان اهي واقفه لوحدها والسي ال مع بعض، ما الاثنين ماسكين في بعض، ده اتوم ودي اتوم، لان ايه اتوم والسي ال اتوم. طب الاف اي دي اتوم لوحدها، طب والسي ال اتوم ثانيه، بس الاثنين ماسكين في بعض. حد عنده اعتراض؟ وهنا 3، يعني ايه 3؟ يعني عندي 3 سي ال مش 3 اف اي، 3 سي ال. فيها اي مشكله؟ اتمنى ما يكونش في اي مشكله. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يا مستر انا عندي مشكله ثانيه، خلاص عرفت الرموز يا مستر، وعرفت ايه الفرق ما بين الاليمنت وايه، وان المولكيول ده الحاجه الكبيره والاتوم ديت الحاجه اللي هي الاصغر منها، تمام، وعرفت الفرق ما بين الاليمنت وعرفت الفرق ما بين الكومباوند. في اي مشكله؟ لا. طب يا مستر معلش، تقدر تقول لي انا اكتب ازاي الرمز ده؟ يعني الومنيوم سلفيت ازاي بكتبه؟ واحده واحده مع بعض ونروق الدنيا. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، شرط عشان اكتب اي كومباوند عندي، الكومباوند عندي بيتكون من جزئين، الكومباوند عندي بيتكون من جزئين، الكومباوند ده عامل زي اتنين بيرتبطوا ببعض. والله اتنين بيرتبطوا ببعض، راجل وست. الراجل دلوقتي حب بنت بنوته حلوه كده، فجه قال لها ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي نرتبط يا بنت، تعالى نرتبط. فالبنت طلعت ايه؟ طماعه. قالت له بعد اذنك، انا شرط الوحيد عشان ارتبط بيك انت لازم تضحي بكل حاجه عندك، ضحي لي بالالكترونز اللي عندك. تعرف تضحي بالالكترونز اللي معاك؟ قال لها ده عيوني، ده عيوني الاثنين ده انا اديهم لك. فعمل ايه يا معلم؟ راح رامي الالكترونز اللي عنده ليها. فهي قال لها طب ايه رايك بقى؟ انا اديت لك كل حاجه عندي، كل ما املك، وانتي مش هتضحي بكل حاجه عندك؟ قالت له ايه؟ قالت له لا، نفض لنفسك يا اتكل بقى على الله كده. قال لها لا، انا بحبك وما اقدرش اسيبك. وفعلا ما سابهاش، وفضلوا ماسكين في بعض، وفضلوا ماشيين مع بعض، بس هو بقى دلدول ليها شويه. ليه؟ ما هو خسران كل حاجه عشانها. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هي كومباوند بيتكون من جزئين، جزء بوزيتيف وده الراجل يعني خسران، بوزيتيف يعني خسران، وجزء نيجاتيف يعني كسبان. الراجل البوزيتيف ده اللي خسر، والست النيجاتيف دي اللي كسبت. كسبت ايه؟ كسبت الكترون. عشان كده انا بحط نيجاتيف، ما الالكترون دوت الشحنه بتاعته او التشارج بتاعته او الطاقه بتاعته بديلها رمز السيمبل او بديلها نيجاتيف تشارج. فعشان كده هي ايه كده. فيها اي مشكله يا بشواتنا؟ اتمنى ما يكونش في اي مشكله. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى كده 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 انا الحاجه بتاعتي يا راجل وست، اتنين، واحد خسر واحد كسب. الاتوم بتاعتي كانت اتوم عاديه لغايه ما قابلت ست البنات، او ما قابلت ست البنات بتاعتنا اللي حصل بدات تخسر الكترونز. طب خلاص ماشي، طب ست البنات كسبت الالكترونز، حد عنده اعتراض؟ فيها مشكله؟ حلو، انا كنت اتوم عادي لغايه ما ايه؟ ما قابلت حد، او ما قابلت حد بقيت خسران فلوس او خسران الكترونز، فبقى اسمي ايون. في اي مشكله؟ حلو، بقى اسمي ايون، يبقى اي حد يخسر او يكسب بيبقى اسمه ايون. في اي مشكله؟ يبقى كانت اتوم عاديه خسرت بقى اسمها بوزيتيف ايون، عملت لوز للالكترونز اسمها بوزيتيف ايون. طب هنا كسبت بقى عملت جين للالكترون بقى اديتها نيجاتيف تشارج. حد انه يعترض؟ يبقى الراجل البوزيتيف والست هي النيجاتيف، ما عنديش اي مشكله. خلاص خلاص، بص لوز تتحول لبوزيتيف، بقت من عيله اسمها عيله الكاتايونز. خلي بالك عيله الكاتايونز، في اي مشكله؟ حلو، يبقى اي حد بيخسر من عيله الكاتايون. طب صلى على النبي، اي حد بيكسب يا مستر؟ جين نيجاتيف يعني بقت من عيله الانايونز.
ايه الحلاوه دي؟ بس كده والله العظيم بس كده. حاجه صعبه؟ لا، فانا جيت اسهلها لك اكتر. تعال ناخد الاسبلايه دي مني بقى. الاسبلايه دي مني ليك بقى يا معلم. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، لوز بوزيتيف يعني تطاين. خد اول حرف من كل واحده، لبس. طب جين نيجاتيف يعني اناين، جنه، لبس جنه. لوز بوزيتيف يعني تطاين، جين نيجاتيف يعني اناين. حاجه صعبه؟ يا الاسبلايه صعبه؟ لا، لوز بوزيتيف يعني بقى اسم العيله كتاينز، جين نيجاتيف يعني اناين. انا ممكن اخسر الكترون واحد، ممكن اخسر اثنين، ممكن اخسر ثلاثه، يعني الفيلنس بتاعتي ممكن تبقى مونو فيلنت، داي فيلنت يعني خسران اثنين او كسبان اثنين مش فارقه، ممكن نبقى تراي فيلنت وهكذا. حد عنده اعتراض؟ ماشي. انت لغايه دلوقتي يا مستر ما علمتنيش ازاي اعمل الكومباوند بتاعي. ما انا لازم عشان اعلمك ازاي تعمل الكومباوند لازم تبقى عارف ان الكومباوند بتاعهم من جزئين، واحد خسران واحد كسبان، ولازم تبقى عارف انا بخسر كام وانت بتكسب كام. يعني انا كهراجل بخسر كام والبنت بتكسب كام، عشان اعرف اكتب الكومباوند صح، عشان اعرف اوفق الراسين في الحلال. في اي مشكله؟ لا. حلو، صلى على النبي. يا مستر ايه هي الكتاينز؟ قول لي بقى الكتاين ايه هي؟ ايه هم مستر الناس اللي بتخسر؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. معايا واحده واحده. بيقول لك الكتاين يا اما تبقى خسران واحد، يا اما خسران اثنين، يا اما خسران ثلاثه. خسران ايه؟ خسران الكترون واحد، او خسران اثنين الكترون، او خسران ثلاثه الكترونز. في اي مشكله يا بشواتنا؟ اتمنى ما تكونش في اي مشاكل. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه الاليمنت اللي بتخسر الكترون واحد بس؟ واحده واحده مع بعض. الهيدروجين. هيدروجين بوزيتيف 1. لا على فكره لما باجي بكتب الكومباوند انا ما بكتبش الاتش بوزيتيف اللي فوق دي، ما بكتبش البوزيتيف، خلي بالك. انا اكتب لك بوزيتيف عشان تبقى عارف ان هي بتخسر واحد بس. اتش بوزيتيف 1. ليثيوم ان اي بوزيتيف 1. صوديوم ان اي. بوتاسيوم كي. سيلفر اي جي. كوبر اي. ايه كوبر اي دي؟ ايه حرف الاي ده؟ او ولا ده ون يا مستر؟ لا لا ده اي، ده اي مش ون، ده اي. ايه الاي ديت؟ اي ديت معناها ان الكبر بوزيتيف 1. طب ايه يا مستر انا ليه ما كتبتش هيدروجين اي؟ ليه ما كتبتش هيدروجين اي؟ ما هي هيدروجين برضو يا مستر بوزيتيف 1. طب انا هكتب ليثيوم اي يا مستر؟ لا يا حبيبي، انا ما بعملش الاي دي غير لو الحاجه ليها كذا تشارج، او ليها كذا فيلنس، او ممكن تخسر يا واحد يا اثنين او ثلاثه. لازم احدد، طالما هي ليها كذا خساره ممكن تخسر جنيه او اثنين او ثلاثه، يبقى لازم احدد. فبحددها ازاي يا معلم؟ بالاي. الاي دي انا بحددها بيها. في اي مشكله؟ حلو. هنا اي يعني خساره واحد بس. طب خدت بالك من اللي جنبها؟ بص بص، كبر دبل اي. دبل اي يعني اثنين. في اي مشكله؟ يبقى انا ما بكتبش الاي غير في حاله ان الحاجه دي ليها كذا اتشارج. يعني مستحيل اكتب مثلا ان المغنيسيوم في السؤال، خلي بالك، مغنيسيوم دبل اي كده اهو، مثلا اوكسايد. لا مستحيل، دي ما ينفعش تتكتب. في اي مشكله؟ حد عنده اعتراض؟ ما ينفعش. فل فل. الكبر وان بقول عليه اسمه كبرس، الصغير بقول بحط قص في الاخر كده كبرس. طب هنا ايه امونيوم ديت يا مستر؟ صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. قال لك يا معلم عندنا شله من الصحاب، شله من الصحاب ديت بيخشوا في مشروع واحد، يا يخسروا يا يكسبوا. ايه بقى يا معلم حوار شله الصحاب ديت؟ انا عندي شله صحاب يا اما بيخسروا يا اما بيكسبوا. حاجه زي الامونيوم مثلا ان اتش 4. بص يا معلم، شله صحاب ماشي. الان ديت ده اتوم واقف لوحدها، يعني مش اتوم واقف لوحدها، دي اتوم ودي اتوم ثانيه، والاتش دي اتوم ثانيه، يعني دي جايه من النيتروجين ودي جايه من الهيدروجين. فيها مشكله؟ لا. الاثنين النيتروجين بلس الاربعه هيدروجين دولت شله صحاب، دخلوا مشروع يا يخسروا يا يكسبوا. فيها مشكله؟ ماشي. الامونيوم اللي هي عباره عن ان اتش 4 دي شله صحاب خسرت. شله على الله حكايتها، الناس كده على الله حكايتها بتخسر. فيها مشكله؟ يبقى اسمهم ايه طيب الشله ديت؟ بقول عليهم اتوميك جروب. اسم الاتوميك جروب ديت اسمها امونيوم. امونيوم اما فيها حرف الام في الاخر. اتوميك جروب يعني جروب من الاتومز. بص بص، جروب من الاتومز. يا يخسروا يا يكسبوا، شله صحاب. يا يخسروا يا يكسبوا، دي اسمها امونيوم. في حاجه ثانيه اسمها سلفيت، اس او 4 مثلا. مثلا عباره عن واحده اس واربعه اكسجين، دي كلها على بعضها بتكسب اثنين، شله صحاب بتكسب، داخلين في مشروع وكسبوا. فيها اي مشكله؟
اتمنى ما يكونش في اي مشكله. طب ما تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، تعالى رجعنا تاني يا مستر اللي احنا كنا بنعمله. تمام، بص يا معلم، خلاص خلصنا الامونيوم الحمد لله، احفظها زي اسمك عشان مهمه. ثانيا البوزيتيف 2 حاجه زي المغنيسيوم ام جي، حاجه زي الكالسيوم سي اي، زي الباريوم بي اي، الزنك زد ان، ايرن دبل اي، يعني ايرن دبل اي يعني 2، يعني الايرن خسران 2. طب معلش يا مستر، هو انت هي ايه ال هي ايه الارقام ديت؟ انا يعني انا تعرف تعرفها لي؟ تعال اعرفها لك يا معلم. صلى الله عليه وسلم. بص يا معلم، قال لك لو اي يبقى 1، طب لو دبل اي يبقى 2، طب لو تريبل اي، بص 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 بص، 3 اي يعني 3 يعني 3. خلاص يا مستر هنعمل بقى 4 اي. لا، قال لك الخمسه اسمها في، دي 5. لو خليت الاي قبل الفي يعني الواحد قبل الخمسه يعني 4. طب لو خليت الفي بعدها اي، الواحد بعد الخمسه كده 6. في اي مشكله؟ طب لو خليت في دبل اي كده 7. طب لو خليت في ترابل اي كده 8. هل في 4 اي؟ قال لك لا، ال 10 اكس. لو خليت الاي قبل الاكس يبقى 9. في اي مشكله يا شباتنا؟ دي كده دي معلومه بس انا يعني ايه قلتها لكم باب العلم بالشيء مش اكتر والله. صلاه على النبي. تعالى نرجع تاني. الايرن 2 يعني يعني ايه ايرن 2؟ يعني خسران 2، يعني كده معناه ان في ايرن 3. احنا قلنا القليل بحط كلمه قص في الاخر. بص بص، هنا قليل كبر 1 قليل قص كبرس، هنا فرس. فيها مشكله؟ طب هنا كيوبريك ده الايرن ده كبر 2، الكبر 2 يعني كتير الكبير يعني خسران 2. فيها مشكله؟ طب هنا 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 ايرن 3 فرك. حلو حلو، مش مهم. الليد بي بي، الليد بي بي، الومنيوم ايه ال بوزيتيف 3، ايه ال بوزيتيف 3. طب تعالى يا مستر عرفني ايه هي الانايونز او عيله العيله اللي بتكسب، او من الاخر المدام. المدام يعني المدام يعني مش احنا اتفقنا ان الكومباوند راجل وست؟ المدام يعني الست، المدام بتاعتنا. صلى رسول الله عليه الصلاه والسلام. الانايون ممكن تكسب 1 او تكسب 2 او تكسب 3. صلى رسول الله. ايه هو اللي يكسب 1؟ فلورايد اف، كلورايد، برومايد، ايودايد. بص بص بص، خدت بالك؟ فلورايد كلورايد برومايد ايودايد. طب هنا اوكسايد دي بتخسر 2، انا بتكسب 2 انا اسف. هنا سلفايد اس 2 برضو. تمام، نيترايد بتكسب 3، هنا فوسفايد بتكسب 3. انت خدت بالك ان في اي دي اي في الاخر؟ يعني ايه اي دي اي يا مستر؟ يعني دي دي مدام، دي مدام، دي مدام. احنا اتفقنا راجل وست، النيجاتيف هو الست، يبقى اي دي بينتهي باوكسايد نيترايد فلورايد مدام. في اي مشكله؟ حلو. طب ايه اللي الاحمر اللي انت معلمه دوت يا مستر؟ يعني هو دوت الناس اللي سبيشال يعني؟ لا 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 لا، ده دوت شله الصحاب اللي احنا اتفقنا عليهم من شويه، اللي هي اللي اسمهم اتوميك جروبس. فاهم مش كده يا شباتنا؟ حلو، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى اقول لك المهم اللي فيهم، هم كلهم المفروض يتحفظوا بس احنا هنقول المهم اللي فيهم. فل فل، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بص يا معلم، عندنا حاجه اسمها باي سلفيت، باي سلفيت، وعندنا حاجه اسمها هيدروكسيد. باي سلفيت HSO4، HSO4 هيدروكسيد OH، بايكربونات HCO3، نيتريت NO3، نيترايت NO2. ايه ده يا مستر؟ انا بتلخبط دايما يا مستر، طول عمري بسمع في ثالثه اعدادي حوار النيتريت والنيترايت وعمري ما حفظته. تعالى يا عم احفظه لك بطريقه يعني بص في السلنكتي حرفيا لذيذه. صلى الله عليه وسلم. عندي حاجه اسمها نيتريت، وعندي حاجه اسمها نيترايت. طب بص والله انا عندي حاجه اسمها سلفيت، وعندي حاجه اسمها فيتامينات، عندي حاجه اسمها، وعندي حاجه اسمها سلفايت. بص يا مدير، واحده واحده مع بعض. النيتريت رمزه ايه؟ انا هقول لك، وانا هقوله لك، NO3.
انه 3 ايت يعني واكله ماضي ايت ايت يعني كلت يعني تخينه يعني عندها اكسجين كتير عندها اكسجين كتير فيها اي مشكله ايت يعني كلت يعني تخينه يعني عندها اكسجين كتير انه 3 طب هنا ايت هل واكله لا ايت معيطه يعني ايت معيطه عشان ما كلتش معيطه عشان ما كلتش مش سهويكه كده حاجه مسهويكه دي بقى انه 2 مش واكله انه 3 انه 2 طب لو جيتوا قلت لك السلفيت ايه ده اهي SO4 تعرف تقول لي السلفايت رمزه ايه جدع يا ولا SO3 ايت معيطه من الاكل من قله الاكل في اي مشكله حد عنده اعتراض حلو طب معلش يا مستر انا شفت كلمه بايسلفيت يعني السلفيت وعرفناه السلفيت والسلفايت عرفناه ايه حوار بايسلفيت ده يا مستر بص يا صديقي تعال اعلمك حاجه حلوه هتعجبك السلفيت رمزه SO4 لسه قايلينه تعال بقى اقول لك بقى المعلومه دي هو نيجاتيف 2 يعني كسبان 2 لو جيت قلت لك باي سلفيت اعمل ايه الرمز يبقى رمز يتكتب ازاي قال لك لو قلت لك كلمه باي زود اتش على الرمز وقلل الرقم اللي فوق واحد واحده واحده ازود اتش على الرمز يعني بقى اسمه اتش SO4 اقلل الرقم اللي فوق واحد يا مستر يعني اخليه ايه اخليه نيجاتيف 3 ولا اخليه نيجاتيف 1 قال لك لا انا مش ماس انا ما بعت... انا مش ماس انا مش ماس تمام يعني انا مش رياضه اصلا فانا لا انا اقل الرقم اللي فوق يعني بدل ما كانت اسمها 2 نيجاتيف 2 بقى اسمها نيجاتيف 1 بص يا معلم دي شله صحاب جديده بتكسب الالكترون واحد بس فيها مشكله طب لو قلت لك ان الكربونيت الكربونيت رمزه CO3 مفيش حاجه اسمها كربونايت ها او يعني ما فيش الجروب دي فيها مشكله يا باشا حاجه اسمها باي كربونيت بي او بي كربونيت كربونيت صح انا بي سي او 3 صح انت قلت لي كلمه باي يا مستر زود اتش وقال لي الرقم اللي فوق واحد يلا 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 سي او 3 قال لي الرقم اللي فوق واحد هنا كانت نيجاتيف كام هنا كانت نيجاتيف 2 انا لسه قايلها لك اهو هنا نيجاتيف 1 فهمت يا ولا فهمت بامانه اتمنى تكون فهمت صلى على رسول الله شباب فهمنا بامانه اوعى تكون في حاجه صعبه معلش انا لو بطول لك بس انا عايزك تبقى فاهم معلش نعتذر عن ده لا انا اسف لو بطول اهو بس انا والله عايزك تبقى فاهم بس وتعرف تلقطها وهي طايره كده فيها مشكله حلو صلى على رسول الله عليه الصلاه خلاص نيتريت ان او 3 نيترايت ان او 2 عندي حاجه اسمها برمنجانيت خلي بالك النيتريت دي مهمه النيتريت دي مهمه الهيدروكسيد مهمه خلاص احنا عرفنا ايه تاني ماشي فيها مشكله حلو النيترايت عرفناها خلاص برمنجانيت ام ان او 4 عاديه ممكن نقول عليها مش مهمه نيجاتيف 1 دي ده تكسب واحد بس كلوريت سي ال او 3 نيجاتيف 1 اسيتيت سي اتش 3 سي او او ده كده اسمه اورجانيك كومباوند فيها مشكله مش مهم سيبك منه دلوقتي عندي حاجه اسمها سلفيت اس او 4 ده مهم اس او 4 نيجاتيف 2 يعني الشارج بتاعته بتكسب 2 المدام دي بتكسب 2 حد عنده اعتراض المدام واكله المدام معيطه سلفيت SO3 فيها مشكله SO3 يعني نيجاتيف 2 حد عنده اعتراض كربونيت CO3 دي مهمه خلاص عرفنا باي كربونيت HCO3 بص فهمنا الفرق انا بحفظ واحده الثانيه معروفه خلاص كروميت CrO4 الداي كروميت لو دي CrO4 يبقى ديت CR2O مش 8 بقى لا O7 نيجاتيف 2 فيها مشكله عندنا اخر حاجه خالص ودي مهمه جدا اسمها الفوسفيت بي او 4 نيجاتيف 3 بي او 4 فوسفيت في اي مشكله يا باشواتنا حلو تعالى اعلمك بقى يا معلم ازاي نكتب اي رمز مستر علمني ازاي اكتب بقى الرمز بص يا معلم عندنا حاجه اسمها الالومنيوم اوكسايد انا بترجم الكلام زي ما هو الالومنيوم انا برجع بص انا هرجع ورا الالومنيوم ده الجزء اللي على الشمال اللي على الشمال ده بيبقى بوزيتيف الشمال بوزيتيف الشمال بوزيتيف الشمال بوزيتيف بص ده الشمال بوزيتيف ده يمين نيجاتيف يبقى انا عايز اشوف الالومنيوم اروح ابص على الالومنيوم وانا ببص على الالومنيوم انت في البوزيتيف صح انت بوزيتيف كام يا الومنيوم تعال ندور هل انت بوزيتيف 1 الومنيوم لا مش موجود هنا هل انت بوزيتيف 2 لا 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 مش موجود الومنيوم اهو الومنيوم فيها مشكله اي ال في العمود الثالث يعني خسران كام 3 يبقى اروح اكتبها زي ما هي صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام بص يا معلم يبقى اي ال واكتب تحتيها 3 من بعيد كده فيها مشكله طب الاوكسايد ديت في الانينز طب تعالى او في النيجاتيف ارجع للنيجاتيف بص بسرعه
النيجاتيف هي خسرانه كام؟ هل هي فلورايد؟ هل هي كلورايد؟ لا لا مش دولت مش دولت مش دولت لا مش هنا. اوكسيد اهي في اي مشكله؟ اوكسيد اهي او في العمود الثاني اكتب روح اكتب فيها بسرعه او في العمود الثاني اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ اعكس يا باشا. شايف التور الكبيره اللي احنا كاتبينها دي؟ خليها هنا رقم صغير كده. شايف ال3 دي؟ خليها هنا رقم صغير. يبقى الرمز بتاعي شكله الجديد بتاعه AL2O3 الومنيوم اوكسايد. هل هينفع اكتب لك AL الومنيوم تريبل اي كده؟ ما ينفعش ده غلط. فاهم شله؟ هذا خطا شنيع محرم الازهر. فاهم شله؟ تعالى نعمل دي مع بعض. ايرن 3 اوكسايد. الايرن رمزه ارجع ارجع ارجع. ايرن 3 3 يعني ايه؟ يعني التشارج بتاعته بتلاتة. خلي بالك ها ترابل اي يعني التشارج بتاعته بتلاتة. هو في جزء البوزيتيف. بص 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 لو رحت جريت في العمود البوزيتيف بتاعه هتلاقي بص ايرن 3 اهو. فاهم شله؟ رمزه اف اي. روح اكتب رمزه اف اي. طب الاوكسايد احنا لسه قايلينها حالا. الايرن رمزه اف اي اكتب تحتيها 3. طب الاوكسايد رمزه او اكتب تحتيها ثانيه. احنا هو احنا لسه قايلينها اهو في العمود الثاني. اكس مدير بقى اسمها اف اي 2O3. دي تروح هنا ودي تروح هنا. حد عنده اعتراض؟ ايرن 3 اوكسايد. طب انا ليه كتبت 3 هنا؟ علشان الايرن فيه منه ايرن 2. فيها مشكله؟ طب تعالى نبص ايه ده في ايرن 2 اهي. سبحان الله الايرن 2 تعالى نبص عليها. الاف اي الايرن اف اي. طب الاوكسايد او الايرن 2 يعني العمود الثاني. الاوكسايد او يعني العمود برضو الثاني. طب يا مستر انا في العمود الثاني وانت في العمود الثاني هل لما اجي اعكس هكتب اف اي 2 او 2 هي يعني هكتب كده يا مستر؟ قال لك لا ما تكتبهاش بالطريقه دي. طب ليه انا ما بكتبهاش بالطريقه دي؟ طب ما انا ممكن اعمل سمبليفاي باي تول للاثنين بعد كده خلصت. يعني انا ممكن اطير دي مع دي على طول. دي طايره مع دي على طول ما تكتبهاش بقى اسمها اف اي او. حد عنده اعتراض؟ فيها مشكله؟ حلو. طب صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. امونيوم صلفيت. امونيوم ارجع يا معلم ده الجزء البوزيتيف رمزه دور لي عليها بسرعه ان اتش 4. طب صلفيت او ده في العمود الاول احفظ امونيوم ان اتش 4 في العمود الاول. صلفيت في الالاينز اهي اس او 4 في العمود الثاني. روح اكتب الكلام انا لسه قايله لك ده. امونيوم يعني ان اتش 4 صلفيت يعني SO4. احنا قلنا الامونيوم عمود اول الصلفيت عمود تاني. اعكس يا خال تعالى نعكس بقت اسمها. بص 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 مش دي كلها شلة صحاب؟ خلي بالك صح دي شلة صحاب NH4 افتح براكت باي 2 SO4. الشلة الصحاب ديت في منها اتنين. شلة الصحاب كلها على بعضها في منها اتنين. انا ما بضربش التو في الفور خلي بالك. ما بعملش مالتبلاي لا. انا هنا شلة الصحاب في منها اتنين. حد عنده اعتراض؟ حلو. طب تعالى نخش على بعدها. حاجه زي الامونيوم اوكسايد. امونيوم انا لسه قايل لكم يا شباب امونيوم رمزه لسه قايلينه حالا اهو ان اتش 4 في العمود الاول اوكسايد في العمود الاو. ثانية واحدة ثانية واحدة افكرك بيها مع اني لسه قايلها ثلاث مرات والله بس افكرك بيها تاني. الاو في العمود الثاني. فيها مشكلة؟ تعالى في العمود الثاني اعكس يا مدير. دي هوديها هنا يا مستر ودي هوديها هنا يا مستر. خلاص يبقى ان اتش 4 لا لا يا مستر 2 تايم ال 4 ب 8 اوعى تعملها. والله العظيم ده يشنقوك. والله العظيم في ميدان عام والله. اسمها باي 2 ما اسمهاش تايمز 2. ده معناه ان انا عندي 2 نيتروجين وعندي 2 يعني ال 2 دي مضروبه هنا وال 3 دي مضروبه هنا بس انت ما بتضربهمش. احنا عارفين ان هي مضروبه بس انت ما بتضربهمش. يعني عندي 2 نيتروجين وعندي 8 هيدروجين. عندك اي اعتراض؟ لا. الاو واقفه كده لوحدها. حد زعلان مني في حاجه؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. السؤال ده عباره عن ايه؟ بوتاسيوم دايكروميت. البوتاسيوم رمزه ايه بسرعه؟ تي. طب الدايكروميت رمزه ثانيه احنا مستر انا لسه ما حفظتهمش والله يا مستر. تعال نرجع يا عم عشان لو انت مش حافظهم. رمزه هتلاقيه في الانايونز هتلاقيه اسمه دايكروميت. دايكروميت سي ار 2 او 7 في العمود الكام يا معلم؟
في العمود الثاني، في العمود الثاني فيها مشكلة؟ فيها مشكلة؟ لا. طب صلى على النبي. خلاص اكتب الكلام اللي انت فاهمه ده، اكتب الكلام اللي انت قلته ده. يبقى CR2O7، CR2O7 فيها مشكلة؟ اول، وده هنا عمود، الثاني عكس يا مدير، بقت اسمها K2CR2O7. يبقى K2CR2O7 احنا اتفقنا خلاص، لو في اتنين زي بعض بالظبط بطيرهم مع بعض. طب تعالى نشوف هنا الامونيوم اوكسايد. جرب وقف الفيديو، جرب توقف الفيديو وتحلهم مع بعض وتحلهم سوا، يعني جرب كده تحله وانا هحلهم لك دلوقتي، بس انت جرب برضو كمنك لنفسك كده. امونيوم رمزه NH4. طب الاوكسايد رمزه O. ال NH4 في العمود الاول، ال O في العمود الثاني عكس يا معلم، بقت اسمها NH غالبا احنا لسه حلينا فوق ده متهيألي NH4 by 2 O. طب هنا السيلفر فوسفايد، السيلفر رمزه AG، فوسفايد رمزه B. AG في العمود الاول، ال B في العمود الثالث. طب انا احفظهم ازاي يا مستر؟ انا احفظهم من كتر التكرار، من كتر الحل. فيها مشكلة؟ عايزك تحل كتير هتحفظهم اكتر. حلو، اكس معلم بقى اسمها AG3B. سيلفر فوسفايد. فيها اي مشكلة؟ لا. طب معلش يا مستر، هو السؤال بيجي لي مباشر كده؟ اكيد لا، مش بيجي لكش مباشر. بس مثلا في سؤال مثلا في احدى الكتب ايا كان، تمام؟ جايب لك شوية رموز ويقول لك مين في دولت هو الفوسفايد ده؟ احنا اتفقنا دي مدام فوسفايد يعني بي بس، تمام؟ بيسالك مثلا الاسئله ديت، في اي مشكله؟ حد عنده اعتراض؟ حلو، واقف خط. معلش بس ممكن تسمح لي ارخم عليك شويه؟ والله شويه صغيرين، معلش. هو ايه الفرق ما بين الفوسفرس؟ بسم الله. ايه الفرق ما بين كلمه فوسفرس؟ فرس فوس فو فوسفو رس، تمام؟ وكلمه فوسفايد. معلش دي والله انا اسف بس اللي انا برخم، بس انا عايز افهمك بس شويه حاجات. خلاص احنا دفعنا فوسفايد مدام، يعني ايه مدام؟ يعني لازم تبقى كسبان الكترون، صح؟ يعني ده رمز البي وهنا كسبان الكترون، يعني بالنيجاتيف. حد عنده اعتراض؟ لا. يعني هنا لازم يبقى مرتبط بحد تاني، ما ينفعش يقف لوحده، ما ينفعش يقف لوحده. حد عنده اعتراض؟ فاهم شويه؟ طب هنا الفوسفرس هو رمز البي، بس هل هو خسران او كسبان؟ هو ولا كسبان ولا خسران. فيها اي مشكله؟ ده الاليمنت نفسه اسمه البي، فوسفرس. البي لو واقف لوحده بيبقى سوليد. طب لو فوسفرس فيبر، بي 4، ده فيبر، تمام؟ فيبر بي 4 يعني فيبر، فيبر يعني بخار. حد عنده اعتراض؟ حلو. طب معلش ممكن يا مستر تفهمني اكتر حوار الفوسفرس والفوسفايد؟ تعالى مثلا لو قلت لك ايه الفرق ما بين الاكسجين والاكسايد، هتقول لي؟ قلت لي ايد يعني مدام، يعني الاو واقفه لوحدها وبالنيجاتيف، بعيدا عن هي نيجاتيف كام، هي نيجاتيف 2 بس بعيدا عنها، هو واقفه لوحدها، اتوم واحده، مش اتوم، انا اسف، ايون واحده واقفه لوحدها وعندها نيجاتيف تشارج. طب هنا الاكسجين يعني ده اليمنت، حتى ده كانت من ضمن كلمه كله بينف. في اي مشكله؟ اوتو يعني داي اتوميك، اوتو ده اليمنت اسمه اوتو اكسجين، ده هنا اوكسايد. طب لو جيت قلت لك نيتروجين ونيترايد، ونيترايد تعالى يا معلم، واحده واحده مع بعض عشان انت عارف. بس هنا لازم تبقى ماسكه في حاجه، تمام؟ هنا النيترايد ان 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 بالنيجاتيف برضو، وايا كان بعيد عن الرقم، ولازم يبقى ماسك في حاجه. حد عنده اعتراض؟ فمش لازم يبقى ماسك في حاجه بوزيتيف يعني، تمام؟ طب النيتروجين هدي من كلمه كله بي نف، ن ان ان، بص ان بي نف يعني ان 2، يعني ده اليمنت اسمه نيتروجين، ان 2 ده الاليمنت وده الايون نفسها. حد عنده اعتراض؟ فهمت الفرق؟ طب اكسجين واكسايد، نيتروجين ونيترايد، فوسفرس وفوسفايد، كلهم نفس الفكره، ما فيش حاجه بتتغير. طب لو قلت لك فلوراين او فلورين وفلورايد، هي فلوراين اف 2، فلورايد اف واحده بس، فاهم؟ اف نيجاتيف يعني، تمام؟ اف نيجاتيف. لو قلت لك كلوراين وكلورايد، كلوراين سي ال 2، كلورايد
نيجاتيف فوق فيها مشكله. طب دلوقتي يا مستر انت علمتني ازاي اكتب الكومباوند بيكتبني كلام وانا اكتبه للرموز. تعرف تعلمني ازاي يا مستر اعمل ايكويشن او اكتب ايكويشن واعمل لها بالانس؟ انا هعلمك ازاي دلوقتي تعمل البالانس واحنا ماشيين في الطريق. هعلمك ازاي تعمل الايكويشن، هعلمك ازاي تطلع البرودكت اصلا واحده واحده مع بعض. وحاول نشط نفسك كده، معلش نشط نفسك يعني قوم اتنطط اعمل اي حاجه، المهم بس تبقى ايه دماغك شغاله معايا كده. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بص يا معلم، اي معادله، اي كيميكال ايكويشن، تعريف الكيميكال ايكويشن عموما يعني الكيميكال ايكويشن تعريفه ايه؟ عباره عن ايه؟ شويه حاجات قبل السهم وفي حاجات رموز ثانيه بعد السهم. اللي قبل السهم بيقول عليها رياكتنت. يعني ايه رياكتنت؟ يعني الحاجات اللي بتتفاعل مع بعضها. حطيت هيدروجين على اكسجين اداني ووتر، حطيت هيدروجين على اكسجين رياكتنت، مواد متفاعله مع بعضها بيخبطوا في بعض يديني برودكت جديد اسمه ووتر. فيها اي مشكله؟ لا. حطيت العجينه على البيض، حطيت قصدي اسف حطيت الدقيق على البيض طلع لي كيكه، ودخلت الفرن سخن في الفرن وتحول لي الكيكه. معلش مش انا سخنت، لازم اوضح ان انا سخنت في المعادله. انا حطيت الدقيق على البيض ومش عارف ايه وسخنته، لازم ابين ان انا سخنت. طب ابين ازاي؟ على السهم يا معلم، ما تفكرش على السهم، على السهم بحط علامه الهيت على السهم. يبقى تعريف الكيميكال ايكويشن ايه؟ عباره سكه ودغري يعني على طول. تعريف الكيميكال ايكويشن شويه رياكتنت، سيمبلز اوف رياكتنت اند سيمبلز اوف برودكت كونكتد باي ان ارو. سهم هاز والارو دوت عليه كونديشنز بتاعته. كونديشنز يعني شروط، يعني انا سخنت ضغطت الحاجه شويه عملت ايه من الاخر. هو ده هو ده الكلام. في اي مشكله؟ حلو. طب ما صلى على رسول الله عليه السلام. لو جيت قلت لك اكس بلس الواي اديتك مثلا اكس مثلا ايه؟ مثلا اكس واي مثلا اي حاجه. اي حاجه تمام؟ تمام. صلى على النبي وعليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، هو الرقم ده ايه؟ اللي هنا ده ايه؟ وده ايه؟ وده ايه؟ طالما انا كتبت الرموز خلاص، لما اجي اعمل بالانس انا ما بلعبش غير في الارقام دي اللي على جنب الحاجه. يعني انا ما ينفعش العب هنا، ما ينفعش العب هنا، ما ينفعش العب هنا، ما ينفعش العب هنا. لا، انا دولت اللي بيتغيروا بس، ده وده وده دولت اللي بيتغيروا. طب دولت اسمهم ايه يا مستر؟ دولت اسمهم كوفيشنت. ساعات بيجي يقول لك في السؤال احسب لي الكوفيشنت مثلا 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 بتاع الاكس، فانت هتعمل بالانس عادي خالص وتشوف الاكس في الاخر بقى جنبها رقم كام. تمام. احسب لي السميشن بتاع الكوفيشنت بتاع المعادله كلها. مش ده اسمه كوفيشنت وده اسمه كوفيشنت وده اسمه كوفيشنت. اجمع ده زائد ده زائد ده، الرقم اللي هنا والرقم اللي هنا والرقم اللي هنا، ويبقى هو ده الاختيار. ممكن يجي يسالك ايه الكوفيشنت بتاع الاكس واي، فانت تروح بعد ما تعمل البالانس تكتب الكوفيشنت الرقم اللي جنبه. بس بعد ما تعمل البالانس، تعالى بقى يا صديقي اعلمك ازاي تعمل بالانس واحده واحده مع بعض وكل حاجه هتروق والله العظيم. واحده واحده. بص يا معلم، كلمه الايكويشن ايه؟ تعالى نهبط سوا. عايزك بس تبقى عارف حاجه، انا شرط ان انا اعمل بالانس، ده شرط، شرط ان انا اعمل بالانس لازم احقق رول معينه. الرول دي اسمها لو اوف كونزرفيشن اوف الماس، قانون حفظ الكتله. يعني ايه؟ يعني لو في اتنين هيدروجين داخلين لي لازم يخرجوا لي اتنين هيدروجين، لو في اتنين اكسجين داخلين المعادله لازم تبقى في اتنين اكسجين خارجين من المعادله. طب انا بعمل بالانس دي اصلا عشان احقق الرول ده، عشان اعمل فيريفاي للو اوف كونزرفيشن اوف الماس. فيها مشكله؟ يعني هنا مثلا اتنين اكسجين، طب اللي خارج كام؟ اكسجينيه واحده. وانا قايل لك ان البالانس انا بغير الارقام اللي على الجنب، ما بلعبش لا فوق ولا تحت ولا في اي حته. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني ما ينفعش مثلا H2O انا اقول لك مثلا انا عايز، مش هنا اتنين اكسجين قبل السهم، انا عايزهم اتنين اكسجين بعد السهم. هل ينفع اضرب هنا في 2 اعمل ملتبلاي 2؟ لا، انت كده غيرت الكومباوند اصلا. اوعى والله العظيم حرام، ما ينفعش لا تلعب ولا تحت ولا فوق، حرام شرعا. في اي مشكله؟ حلو. طب تعالى يا معلم، اتش 2 عندي كام اتش؟ 2 عندي كام اتش؟ عندي، انا اسف، عندي كام اتش قبل السهم؟ 2 عندي كام اتش بعد السهم؟
برضو 2، اغير فيها حاجه ما العبش فيها، 2 و2 ما العبش فيهم. طب عندي كام اكسجين؟ 2. قبل السهم في 2، بعد السهم في كام واحده؟ هي مفيش غير واحده بس، هي يا مستر اهي او اهي. طب ايه الحرف ده؟ ده ال، ال يعني ليكويد، مالناش دعوه بيه. تمام، دي غلطه مني انا كتبتها، انا اسف. في اي مشكله؟ يعني اكسجين واحده. طب اعمل ايه هنا؟ اعمل تايم 2. يعني انت ضربت يا مستر ال H2O كلها في 2 علشان تخلي الاكسجين بقى فيها منها 2. اه ثانيه واحده، ثانيه واحده تاني، معلش. انا ضربتها كلها في 2 صح؟ اه. يعني انا ضربت الهيدروجين في 2، يعني الهيدروجين دلوقتي بقى كام بعد السهم؟ 4. 2 في 2 ب 4. وهنا قبل السهم بكام؟ ب 2. يعني انا اضرب هنا في كام؟ في 2، بحيث ان 2 تايم 2 تبقى 4، يبقى 4 هيدروجين، وهنا كده 4 هيدروجين اهم، وهنا 2 اكسجين. فاهم مشكلة؟ خلي بالك وانا بعمل البالانس انا بعد كل الاتومز، ولو في اكسجين في المعادله بسيبها لاخر حاجه عندي، ما بهتمش بيها لغايه ما اخلص البالانس، وبعد كده اشوف الاكسجين ده محتاج ايه. في اي مشكله؟ لا. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تعال نحل مثلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه يا معلم؟ بيقول لك النيتروجين بلس الهيدروجين يدينا ان اتش 3. واحده 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 واحده. عندي كام نيتروجين؟ 2. قبل السهم في 2، بعد السهم في كام واحده؟ بص اهو، لو قلت لي 3 هقول لك غلط. ليه غلط؟ علشان 3 تبع الهيدروجين، ما احنا اتفقنا الثلاثة تبع للهيدروجين مش تبع النيتروجين. طبعا ماشية مع الأم مش ماشية مع الأب مثلا. فيها أي مشكلة؟ حد عنده اعتراض؟ لا. يعني أنا هضرب هنا في 2، ليه يا معلم ضربت في 2؟ عشان بقى عندي 2 نيتروجين. هل أنا ضربت تحت؟ لا. هل أنا ضربت فوق؟ لا. تمام. طب عندك كام هيدروجين كده؟ بص بص بص، 2 في 3 ب 6. طب هنا في كام هيدروجين؟ 2. اضرب كام في 2 في الاثنين دي تديني 6، يبقى 3. فاهم مشكله؟ عد ورايا وشوف. نخش على بعدها. عندي كام صوديوم؟ 2. عندي كام صوديوم؟ واحده بس. اعمل تايم كام يا مدير؟ اضرب تايم 2. فيها اي مشكله؟ طب حلو. طب ما صلى على رسول الله. انا غير الخط عشان ايه؟ خط وحش. ماشي، انا ضربت تايم 2. تمام، انا عندي كده كام سي ال؟ 2 سي ال. طب ما هنا في كام سي ال؟ قبل السهم في واحده بس، فاعمل تايم 2 علشان تبقى 2 سي ال. في اي مشكله؟ حلو. طب انا عندي كام هيدروجين كده يا معلم؟ 2 هيدروجين. هل انا عندي 2 هيدروجين هنا؟ اه عندي 2 هيدروجين. العب فيها في حاجه؟ سيبها زي ما هي. طب هنا نسينا السي او 3، عندي كام كربونيه يا مدير؟ واحدة. قبل السهم في واحدة، بعد السهم في كام واحدة؟ ما تقوليش 2، التو دي تبع الأكسجين، هي واحدة برضو. أغير فيها حاجة كربونية؟ لا. تعالى نهتم بالأكسجين بقى. عندي كام أكسجينية؟ 3. كام أكسجينية بعد السهم؟ أدي كده، بص بص بص، أدي 2، في 2 أهم، وفي واحدة أهي. يعني كام؟ 3. أنا عارف فيها في حاجة؟ خلاص البتاعة بتاعتي اتوزنت. تعالى نشوف اللي بعدها. كي 3 K3BO4 CaNO3 يدينا KNO3 بلس بلس CA3BO4 باي 2. تمام، ناخدها واحده واحده. عندي كام كي؟ عندي 3. كام كي؟ 3 صح. عندي كام كي هنا؟ واحده صح. اضرب في 3. ماشي. عندي كام كالسيوم هنا؟ هو لا، طب نمشي واحده واحده عشان ما انت ما تتوهش مني. عندي كام بي؟ واحده. طب هناك في كام بي؟ واحدة. بس أنا خدت بالي من حاجة يا مستر، إن دي كلها على بعضها اسمها بي أو 4، ودي كلها على بعضها اسمها بي أو 4. يعني الجروب دي كلها على بعضها راح هناك برضو صح؟ أه. طب ما هنا يا معلم في 2، هنا في 2، يعني أنا عندي 2 بي أو 4. طب ما أنا هنا عندي كام واحدة؟ هي واحدة والله العظيم. بص بص، واحدة اسمها بي أو 4، فأضرب هنا في 2. في أي مشكلة؟ حد عنده اعتراض؟ لا. طب انت كده يا مستر بوظت الكي، بقت 2 في 3، 2 في 3 ب 6، ما عنديش اي مشكله. طب هنا يا معلم بكام؟ انا كاتب 3، يبقى اشطبها واكتب مكانها 6. يلا. في اي مشكله؟ لا. طب يا مستر الكالسيوم فيها كام واحده؟ فيها واحده. طب هنا في كام واحده؟ 3. اعمل تايم كام يا باشا؟ اعمل تايم 3. قبل السهم اعمل قبلها تايم 3. خلاص ماشي. ايه تاني؟ طب هنا عندي كام NO3؟ عندي 6 NO3. هنا عندي كام NO3؟
ثانية واحدة يا مستر. هنا بره في اتنين، يعني هنا في اتنين NO3، فيها مشكلة؟ لا. طب ما الثري دي مضروبة في الاتنين، بمعنى اصح الثري دي مضروبة في كده 3 تايم 2 ب 6، يعني عندي 6 ان او 3. يبقى قبل السهم في 6 ان او 3 وفي بعد السهم 6 ان او 3، فيها اي مشكله؟ اتمنى ما يكونش فيها اي مشاكل. تعال نشوف دي سي يو ان او 3 باي 2، وهنا سي يو او، طب وهنا ان او 2، طب وهنا او 2، فيها اي مشكله؟ لا. طب صلى الله على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. معلم الكبر في منه كم واحده؟ واحده. كم واحده؟ برضه واحدة. اغير في حاجة؟ اوعى تغير. تمام؟ تمام. طب هنا ان او 3، هل في هناك ان او 3؟ لا يا مستر، ده في ان او 2 وعندي اكسجين. هل ان او 3 زي بعض بالظبط؟ اوعى اوعى تبص لها كلها على بعضها، لا. انت بص لواحدة واحدة بقى دلوقتي. عندي كام نيتروجين؟ اتنين. هناك كام نيتروجين؟ واحدة. اعمل ايه؟ تايم 2. بس كده والله العظيم بس كده. ماشي. طب عندي كام اكسجين بقى؟ خلاص يا مستر دلوقتي ما بقاليش غير الاكسجين اللي لازم ابص عليها. 2 تايم 3 اضرب بقت ب 6. عندي كام اكسجين؟ 6. طب عندي هنا كام اكسجين؟ 2 تايم 2 ب 4. طب وهنا يبقى 4 بلس، عندي 2 اكسجين هنا، يعني كام كده يا معلم؟ 4 بلس 2 يعني ب 6. خلاص مظبوطه. طب صلى على النبي، تعالى نحل السؤال اللي بعده واحدة واحدة مع بعض. عندي كام بي؟ 4. عندي كام بي؟ 1. العب فيها العب فيها، العب اضرب 4. تمام. عندي كام اكسجين؟ ابص عليها دلوقتي. انا قلت لك لا اوعى اوعى هتعرنا النبي. ماشي. عندي كام هيدروجين؟ 2. كام هيدروجين؟ 4 تايم 2 انا اسف 4 تايم 3 بكام؟ ب 12. طب هنا كام واحده يا مدير؟ والله العظيم ثلاثة، انا عندي هنا 2. كام تايم 2 يدينا 12؟ ثانيه واحده، كام تايم 2 يدينا 12؟ يبقى 6 تايمز 2. ماشي، يبقى 6 تايم 2 بيدينا 12. حد عنده اعتراض؟ لا. طب معلم عندي هنا كام اكسجين بقى؟ تعالى عندي الاكسجين في 6 هنا وفي 6 هنا، يعني 6 زائد 6 ب 12. عندي 12 اكسجين قبل السهم. طب عندي كام واحده بعد السهم؟ 4 تايم 3 بكام؟ ب 12. في حاجه صعبه؟ لا. النهارده مش اي حاجه صعبه، والدنيا ماشيه معانا سالكه الحمد لله. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الاي ال هناك في كام واحده منها؟ 2. قبل السهم في واحده بس. اضرب هنا في 2 جدع. الاو في كام واحده منها؟ عندي 2. الاو في كام واحده منها؟ عندي 3. اضرب في كام؟ الاثنين ازاي اخليها 3؟ والثلاثه ازاي اخليها 2؟ ها بقى شغل دماغك، شغل. صلى على النبي. والله العظيم انا محتار، انا محتار فعلا. اعمل ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طالما لقيت نفسك محتار يا ابن الحلال، بوظ مسالتك. بس انا ببوظ مسالتي، انا واحد رخم، ببوظ مسالتي بارقام معينه. انا ريل تينك. يعني ايه ببوظها يا مستر؟ يعني مثلا هنا في اول المساله خالص كان في مضروب تايم 2، في اول واحده مضروب فيها تايم 2. انا اوريك تكنيك، انا هبوظ مسالتي، بدل ما اخليها مضروبه تايم 2 انا اخليها مضروبه تايم 4. طب يا مستر اشمعنى ضربت في 4؟ ليه ما ضربتش في 3؟ ها انا قلت لك انا تكنيك، انا بحب ابوظ مسالتي بارقام ايفن. بوظ مسالتك بارقام ايفن، لقيت نفسك محتار مش عارف تخلي 2 3 وال 3 2. ال 3 دي هتخليها 2؟ تعرف تخليها 2؟ لا. ال 2 دي تعرف تخليها 3؟ لا. بوظ مسالتك. تعالى يا عم نبوظ المساله. انا قلت لك شيل ال 2 حط مكانها رقم بليفن، يعني اضرب في 4. عندي 4 او ال وهناك في 2 اي ال، اضرب تايم 2. ايه الحلاوه دي يا ولا؟ مساله جميله، ركز. عندي كام اكسجين؟ 2. عندي كام اكسجين؟ 6. يبقى اضرب هنا تايم 3. 3 تايم 2 ب 6. صعبه. امان عليك لو مش فاهم حاجه لا تقول لي، والله قول لي في الكومنت عادي. انا مش كاريزما، دونت وري. صلى على النبي. هنا معلم اخر سؤال، وغالبا اخر سؤال، يعني ما اعرفش. اف اي 3 او 4 بلس اتش 2 تدينا اف اي بلس اتش 2 او. معلش انا مغطي على الميه، يعني انا مغطي عليها فنعتذر.
Fe3O4 عندي كام Fe؟ 3. كام Fe؟ واحدة أضرب فيه 3. كام أكسجين؟ لا 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 يا مستر، احنا وقعنا فيها قبل كده. أنا مش هعد الأكسجين دلوقتي، هعد الأكسجين بعدين. الهيدروجين كام هيدروجين؟ 2. كام هيدروجين هنا؟ ده H2O يعني 2 برضه، فقشطة مفيش مشكلة. هنا يا مستر في 4 هيدروجين أو أكسجين قصدي، أنا آسف، وهنا في واحدة بس أكسجين. ما ده اسمه H2O. يبقى اضرب هنا تايم كام يا مستر عشان نخليها 4 اكسجين؟ اضرب تايم 4. طب كده يا مستر انت بوظت الهيدروجين كله ليه؟ مع 4 تايم 2 يا مستر ب 8. 8 هيدروجين فيها اي مشكله؟ لا. يبقى اضرب هنا في كام؟ 4 تايم 2 تطلع لي ب 8. صعب يا غالي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا حاجه اسمها كومبشن ايكويشن. ايه الكومبشن ايكويشن ديت يا معلم؟ قال لك اي ماده اورجانيك لما بتتحرق، اي ماده اورجانيك لما بتتحرق بتطلع لي حاجتين. يعني ايه اورجانيك؟ الاول ماده مكونه من كربون، الاساس بتاعها كربون وماسك فيها هيدروجين، وساعات بيبقى ماسك فيها اكسجين واس سلفر ونيتروجين ايا كان اللي ماسكه فيه، بس الاساس بتاعها كربون وهيدروجين، ده اسمه اورجانيك كومباوند. اي ماده اورجانيك كومباوند بتتمسك، اي ماده بتتحرق، تتحرق يعني بحط عليها اكسجين، بعمل لها بيرن او بعمل لها كومبست او كومبشن، ده معناها احتراق، بحرقها. يعني ايه بحرقها؟ يعني بخليها احط عليها اكسجين، بحط عليها اكسجين. فيها اي مشكله؟ لا. واحده واحده مع بعض. CH4 بلس الـ O2 هيدينا ايه؟ اي ماده بتتحرق بتطلع حاجتين، CO2 بلس H2O. ثانيه واحده يا مستر، C4H8O2 بلس O2. ايه ده؟ ده O2 صح؟ يعني انت كده بتحرق يا مستر صح؟ اه بحرق. طالما بتحرق يبقى حط طلع CO2 طلع H2O. تاني CH3OH بلس الـ O2 يا مستر، ده O2 يا مستر، يبقى انت بتحرق، يبقى لازم تحط CO2 بلس O2 بلس H2O. تعرف تعمل لي بالانس يا ابن الحلال؟ اعرف اعمل لك بالانس. احنا لسه متدربين على كام واحده؟ يجي 7 ولا 8 بالانس. كام بالانس يا معلم؟ يلا واحده واحده. كربونايه واحده وهنا كربونايه واحده، غير حاجه لا. هنا 4 هيدروجين وهناك 2، يبقى اضرب في 2. في اي مشكله؟ طب هنا كام اكسجين؟ 2. هنا كام اكسجين؟ ادي 2 وادي كمان 2 يعني 4. بعد السهم 4 وقبل السهم 2، اضرب هنا في كام عشان تبقى 4 زيها؟ 2 تايم 2. صعبه غالي؟ لا. تعالى نعمل بالانس دي. C4 يعني عند 4، هنا 4. انا خدت بالي حاجه، الكربون هو نفس العدد جنب CO2، حد انه يترد؟ فاهم مشكله؟ لا. عند كام هيدروجين يا باشا؟ 8. كام هيدروجين هنا؟ 2، يعني اضرب هنا في 4. حلو. بص 4 تايم 2 ب 8، وهنا 4 كمان، يبقى 8 زائد ال 4 فيها الكام؟ ثانيه احنا 8 زائد 4 فيها 12. يبقى حلو كده يا معلم، فيها 12. يعني في 12 اكسجين بعد السهم، وفي كام واحده قبل السهم؟ ثانيه واحده كام واحده بعد قبل السهم؟ في 4 قبل السهم. 2 زائد 2، احنا قلنا 12 بعد السهم صح؟ اه. في 2 هنا ثبتهم دايما، يعني تحاول تثبتهم اكبر قدر ممكن. في هنا 2 ثبتهم. اه دوت الاثنين دولت ثابتين، يعني بتاعت الاورجانيك كومباوند ثبتهم. طب ده اللي هغير فيه بقى، الاوكسجين ده اللي هغير فيه. هما هنا اللي بعد السهم في 12، انا في 2 هنا مثبتهم، ها؟ يعني بيبقى لي 10، 2 زائد كام؟ يدي لك 12 اكسجين، ده سكه ودغري يعني. 2 زائد 10، يعني عايز اخلي الاكسجين ديت 10 اكسجين، ازاي؟ 5 في 2. بس كده اه والله لازم، بس كده. تعالى نعمل اخر واحده، CH3OH بلس O2 تدينا CO2 بلس H2O. ماشي. عندي كام كربونايه؟ واحده. كام كربونايه؟ واحده. غير حاجه؟ عندي كام اتشايه؟ واحد زائد واحد اهو، في انا اسف واحد ايه؟ 3. 3 زائد واحد، بص 3 زائد واحد اهو، يعني كام؟ 4. هنا في كام واحده؟ 2، اضرب في 2. عندي كام اكسجين يا غالي؟ واحده اهي بلس، في هنا 2 كده، هنا بقوا 3. طب بعد السهم في قد ايه يا معلم؟ ادي 2 وادي كمان 2 يعني 4. 4 يعني في 4 بعد السهم. بعد السهم في 4 وقبل السهم في 3. اعرف اخليهم 4 زيهم؟ اه اعرف. مش ده واحد وهنا 2؟ مش ده واحد وده 2؟ اه. اعمل ايه يا معلم؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، سهله وبسيطه. ايه رايك لو خلينا دي 3؟ طب خليها ازاي 3؟ اخلي الاو 2 دي 3 ازاي؟ بص يا معلم، بص انا بعمل ازاي؟ ديفايد باي 2 وضربت هنا في 3، يبقى 3 اوفر 2. اوه فيها مشكله؟ لا. اتمنى ما يكونش في حاجه صعبه لغايه دلوقتي.
تعالى بقى يا باشا نكمل مع بعض بقيه الدرس ونخلصه بقى. انا لو قدرت بفهمك الدنيا ماشيه ازاي. يا رب تكون حلوه، يا رب تكون حلوه، يا رب ما نكونش مليت. يعني هي كلها حل، وانا عشان بشرح بس فالحوار بيتحسوا معاك تقيل شويه. عندنا حاجه دلوقتي اسمه ايونيك ايكويشن. يعني ايه ايونيك ايكويشن؟ يعني ايكويشن عاديه، كيميكال ايكويشن عاديه خالص، زيها زي اي ايكويشن، وبس انا بحولها لايونز. ثانيه واحده مستر، الايون ديت انت قلتها لي في اول الحصه، اللي هي بتخسر ياه بتكسب، اللي هما الاثنين المرتبطين ببعض، اللي هي الكاتاين والانايون، اللي هما البوزيتيف تشارج والنيجاتيف تشارج. تخيل بقى احنا كنا بالاول كنا نكتب كل حاجه، بعد كده دلوقتي بقى هنرجع كل حاجه لاصلها. انت كنت كام ايون؟ يعني بوزيتيف كام؟ نيجاتيف كام؟ انتوا فاهمين الفكره ازاي؟ حلو. طب صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، هل اي حاجه تتحول لايون؟ قال لك لا، مش كل حاجه تتحول ليه؟ لايون. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو هل اي كومباوند بتتحول لايون؟ امال ايه اللي بتتحول لايون؟ قال لك اي حاجه اكوس. يعني ايه اكوس؟ يعني محطوط عليها ميه. بصوا يا معلم، بصوا يا معلم، اكوس يعني سوليوشن، وهي هي معناها اللي هي محطوط عليها ميه. برمز لها برمز الاي كيو، بكتب كده تحت تحت الرمز الحاجه بتاعتنا اي كيو. اي كيو يعني اكوس، اكوس يعني الحاجه بتاعتنا دايبه في ميه، دايبه في ميه يعني متحوله في صوره ايونز، يعني مش موجوده على طبيعتها، موجوده في صوره ايونز مش على طبيعتها. يعني مش على طبيعتها؟ قلت لك دلوقتي ان اي سي ال اكوس مثلا. تعالى يا معلم، بصوا يا معلم، مثلا تعالى ناخد هنا نكتب هنا الكلام ده. قلت لك ان ايه سي ال اكوس، يعني ايه الكلام ده؟ يعني دايبه في ميه. يعني ايه دايبه في ميه؟ يعني متحوله لايونز. يعني ايه متحوله لايونز؟ هو ان ايه في العمود الكام؟ في العمود الاول. اكتب يا معلم ان ايه بوزيتيف بلس سي ال نيجاتيف. ايه ده؟ اكوس واكوس. يعني يا مستر ده مش موجود عندي في المعادله في الحقيقه. في الكوبايه الملح بتاع البيت لما ادوبه هل ان اي سلبي موجود؟ قال لك لا، ما بقاش موجود. مين اللي موجود يا معلم؟ الان اي بوزيتيف والسي ال نيجاتيف. طب دولت مش موجودين. طب تعالى اعلمك بقى ازاي تحول الحاجه لايون. بس قبل ما اعلمك لازم اعرفك شويه حاجات ثانيه. ايه الحاجات دي يا معلم؟ بص يا صديقي، اي حاجه ليكويد او سوليد او جاز او فيبر ما بتتحولش لايون. حاجه سوليد ليكويد جاز فيبر ما بتتحولش لايون. طب معلش، هو ايه الليكويد؟ الليكويد يعني ايه الفرق ما بين الليكويد والاكواس؟ الاكواس يعني حاجه دايبه في ميه، الليكويد الحاجه بتاعتي بيور. قلت لك ان اس ال ليكويد يعني ان اس ال بيور. طب السوليد حاجه صلبه. طب معلش الجاز ده جاز عادي، الفيبر في، في اي مشكله يا بشرتنا؟ لا. طب صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، تعال نحول اي حاجه لايونز. هنعتبر ان كل دولت اكواس. تعال اعلمك ازاي. بص يا معلم، عندنا بص عندنا دلوقتي ان اي سي ال، بعد اول سيمبل هشد خط، الشمال بيبقى بوزيتيف واليمين بيبقى نيجاتيف. اكتب الكلام ده، ان اي بوزيتيف بلس سي ال نيجاتيف. تعالى علمني هنا بقى، علمها لي هنا نفس الحركه بالظبط. بعد اول سيمبل بشد خط، الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف، اف اي بوزيتيف بلس او نيجاتيف. طب معلش، هي الاف اي بوزيتيف كام والاو نيجاتيف كام؟ بص يا معلم، شايف التو دي بتروح لمكانين، واحده جنب امها اللي هي الاف اي، والثانيه فوق اختها. واحده جنب امها اللي هي الاف اي، اثنين اف اي، فين فوق اختها؟ اختها اللي هي الاكسجين. هي معلم، طب الاو بعدها 3، في رقم 3 بيروح لمكانين، واحدة جنب امها اللي هي فين؟ امها هنا. فين امها؟ اللي هي الاكسجين اللي هي 3. طب فين اختها؟ اللي هي الايرن. فيها اي مشكلة؟ طب تعالى ناخد مثال تاني، ان اي 2 سي او 3، بعد اول سمبل هشد خط، الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف. بص يا معلم، ان اي بلس سي او 3 نيجاتيف. طب بوزيتيف كام ونيجاتيف كام؟ ده اللي انا ما اعرفوش. طب بس هنا في رقم 2 يا مستر بعد السم، بعد الرمز الاولاني، يروح لمكان ايه؟ واحده جنب امها، الثانيه فوق اختها. فين امها؟ 2 ان ايه. فين اختها؟ سي او 3 نيجاتيف 2. طب في بعد السي او 3 كلها على بعضها شله الصحاب دي، هل في بعديها رقم؟ في واحد، هل هيفرق معايا في حاجه؟
طب ال3 تبع مين؟ انا قلت لك تبع الاكسجين بس مش تبع السي. فيها مشكله؟ يعني شله الصحاب دي كلها على بعضها هي حاجه واحده بس، فمش هكتب اي حاجه ثانيه. فيها مشكله؟ لا. طب تعالى ناخد اكزامبل كمان، حاجه زي H2SO4 مثلا، بعد اول سمبل بشد خط الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف. يلا الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف، عندي كام اتش؟ او عندي اتش صح، اكتب اتش بوزيتيف SO4 نيجاتيف. يلا هل في رقم بعد الاتش؟ اه في اتنين، يروح لمكان ايه؟ واحده جنب امها اللي هي الاتش، والثانيه فوق اختها اللي هي SO4. طب هل في بعد SO4 كلها على بعضها هل في بعدها رقم؟ قال لك لا مفيش بعدها رقم. طب الفور دي تبع مين؟ تبع الاكسجين. فيها مشكله؟ تعال نخش هنا، الكالسيوم بعد اول سيمبل هشد خط الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف. حلو، يلا CaNO3 نيجاتيف وهنا بوزيتيف. هل في بعد الكالسيوم رقم؟ في رقم بعديها؟ لا. طب في رقم بعد NO3؟ اه في 2. ال 2 ده يروح لمكان ايه؟ واحده جنب امها والثانيه فوق اختها. يلا امها اللي هي NO3، اختها اللي هي الكالسيوم. فيها اي مشكله؟ فهمنا ازاي بنفك الحاجه الايونز؟ طب تمام، تعال بقى نشوف. معلش اعرف منين ان الفور دي تبع الاو مش تبع الاس او؟ ما احنا قلنا من شويه انت كنتش مركز ولا ايه؟ احنا قلنا الاس او 4 ديت عامله زي ايه؟ دلوقتي انت يا تيتو دلوقتي عامل ازاي؟ دلوقتي انت شخصيه صغيره، انت وانت صغير كنت بتبقى ماشي مع وانت ماشي مع مامتك. مامتك هي يا معلم. وانت ماشي مع مامتك انت بتبقى ماشي مع ماما، يعني هل ينفع تسيبها وتمشي؟ لا ما ينفعش وانت صغير، لا صح. طب لو بابا كان ماشي معاك وماما قررت تحوت في اي حته، تروح مع ابوك؟ هتروح مع ابوك ولا مع مامتك؟ مع مامتي عشان انا ماسك كده. بالظبط، هتروح مع مامتك. فانت ماشي مع مامتك على طول، ما ينفعش تمشي مع باباك. خلاص انا انت ماشي مع ماما اهو، هل انت ماشي مع بابا؟ لا. فالفور دي تبع ايه؟ الاكسجين بس يا تيتو. فيها مشكله؟ طب لو عايز اقول ان الفور تبع الاس والاو مع بعض؟ لا. لو يبقى لازم اعمل ايه يا معلم؟ لازم اعمل كده اهو واعمل براكت واكتب هنا رقم. ماشي، اكتب هنا فور مثلا. تمام، يعني لازم اعمل براكت عشان اعرف ان هي موجوده مع الاثنين. لو البراكت مش موجود يبقى موجوده مع واحده بس. بالظبط كده. تمام جدع، انت احييك، انا احييك. تعالى يا عم نخش على السؤال ده. بيقول لك رايت ذا ايونيك ايكويشن، يعني اكتب لي المعادله. رايت ذا ايونيك ايكويشن وين ذا صوديوم كربونيت سوليوشن رياكت ويز الكالسيوم نيتريت. صوديوم كربونيت، انا لازم اكتب صوديوم كربونيت صح. الصوديوم رمزه ان ايه؟ الكربونيت رمزها CO3. الصوديوم في العمود الكام؟ في العمود الاول. الكربونات في العمود الكام؟ في العمود الثاني. اعكس الارقام، اعكس الارقام بقت Na2CO3. فيها اي مشكله؟ لا. خلاص ماشي. طب معلش، وين صوديوم كربونات سوليوشن؟ يعني ايه سوليوشن؟ يعني اكوس. سوليوشن يعني اكوس بس كده، والله العظيم بس كده. انا عرفت ان دي اكوس بسبب يعني دي هتتحول لايون دلوقتي. تمام. طب صلاه على النبي، رياكت ويز الكالسيوم نيتريت. الكالسيوم رمزه Ca، نيتريت رمزه NO3. الكالسيوم في العمود الكام؟ الكالسيوم في العمود الثاني. النيتريت في العمود الكام؟ في العمود الاول. اكس يا معلم بقت اسمها CaNO3/2. طب معلش، هو مكتوب اكروس فوق؟ لا مش مكتوب، بس هو المفروض كان يكتب لك، هو دي غلطه مطبعيه معلش، كان المفروض يكتب لك ايه؟ سوليوشن. سوليوشن يعني اكروس، وطالما هي اكروس يعني ينفع تتحول لايونز. تعرف بقى تطلع لي البرودكت ايه؟ تعالى واحده واحده مع بعض. البرودكت مش احنا اتفقنا ان على الشمال ده بوزيتيف؟ اه. طب على الشمال بوزيتيف هو صح؟ اكتب بوزيتيف. طب واللي على اليمين ده النيجاتيف، واللي على اليمين ده النيجاتيف. شايف البوزيتيف بتاع الاولاني؟ يروح يمسك في النيجاتيف بتاع الثاني. شايف البوزيتيف بتاع الاولاني؟ يروح يمسك في النيجاتيف بتاع الثاني. البوزيتيف هو اللي بيمسك في النيجاتيف مش العكس. يعني ان ايه هتروح تمسك فيه الان او 3 بعد اسمها ان ايه؟ ان او 3. ده عمود اول وده عمود اول، يطير طير بقى اسمها ان ايه؟ ان او 3. تمام. بلس السي اي والسي او 3، يبقى السي اي سي او 3. ده عمود ثاني وده عمود ثاني، طيرهم مع بعض. في اي مشكله؟ حلو. طب السؤال بقى دلوقتي،
اعرف ازاي ان دولت ده اكواس ولا سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ احنا كده عارفين ان السوليد اي حاجه واقفه لوحدها، وعارفين ان الجاز اللي هم داي اتوميك 7 داي اتوميك. تمام، طب دولت يا مستر كومباوند اعرف ازاي ان هو سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ بص يا معلم، لاجل التسهيل بس، اي حاجه ماسكه في لينا كريبس، اي حاجه ماسكه في لينا كريبس بتبقى دايبه في ميه، يعني بتبقى اكواس. لينا كريبس، لينا كريبس فيها مشكله؟ اي حاجه ماسكه في لينا كريبس بتبقى دايبه في ميه. اي حاجه ماسكه في NO3، اي حاجه بتبقى ماسكه في NO3 او NH4 برضو بتبقى دايبه في ميه. طب ما صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام معلم. هنا هنا ان ايه ان او 3، احنا قلت لك ان او 3، الان او 3 ديت بتبقى اكواس ايه؟ اكواس سوليوشن، عشان احنا قلنا خلاص هنا ان او 3، ان او 3 خلاص عرفنا ان هي كده اكواس، يعني حاجه دايبه في ميه يعني بتتحول لايونز. طب هسالك سؤال، هل دي من كلمه لينا كريبس؟ هل ده من كلمه لينا كريبس؟ لا. هل دي ان اتش 4؟ لا. هل دي ان او 3؟ لا. يبقى كل ده يبقى ديت ايه يا معلم؟ ديت هتبقى سوليد. سوليد يعني مش هتتحول لايونز. تمام، يبقى انا لازم افك كل الكلام ده لايونز. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يا معلم خلاص احنا عرفنا ان كل حاجه ايه؟ دي اكواس واكواس واكواس واكواس، واي حاجه اكواس عندنا بتتفك ليه ايونز، واحنا عارفين خلاص التفكيكه الايونز بتبقى ليها طريقه معينه اللي احنا لسه متعلمينها من شويه، وهي ان بعد اول سيمبل اشد خط الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف. يلا اكتب الكلام ده، ان ايه بوزيتيف بلس سي او 3 نيجاتيف، اكتب تحتيها اكواس وهنا اكتب تحتيها اكواس. ماشي، هنا في بعد الصوديوم في رقم، في رقم يروح لمكانين، واحده جنب امها والثانيه فوق اختها، فاهم مش كده؟ طب في بعد CO3 رقم كله على بعضه ما ملهوش مش بعديه رقم. ماشي خلاص، ماشي فل كده. طب هنا CNO3 بلس بعد اول سمبل اشد خط الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف، يبقى CA بوزيتيف بلس NO3 نيجاتيف. ماشي، طب في بعد CA رقم؟ لا، في بعد NO3 رقم، هو ده في 2 يروح لمكانين، واحده جنب امها اللي هي NO3 والثانيه فوق اختها. خلاص ماشي باشا، اللي بعد السهم بعد اول سمبل اشد خط الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف، يلا ان اي بوزيتيف بلس ان او 3 نيجاتيف بلس السي اي سي او 3 سوليد. شوف انا ما حولتهاش لايونز عشان هي سوليد، فيها مشكله؟ لا. خلاص لو في حاجه قبل السهم في زيها بالظبط بعد السهم، على فكره احنا كنا المفروض نعمل بالانس الاول، احنا غلطنا في دي. خلاص ماشي، عندي 2 صوديوم، هنا عندي كام واحده صوديوم؟ واحده، يبقى اضرب في 2. عندي كام كالسيوم؟ واحده، هناك واحده، عندي ان او 3 2، خلاص كده اتظبطت. ماشي ماشي، مش في هنا كنت انا اضرب في 2 هنا، يبقى خلاص اضرب في 2 في ان اي والاثنين في ان او 3. لو في حاجه قبل السهم زيها بالظبط بعد السهم طيرهم مع بعض، ده هيطير مع ده. طب ما في 2 ان او 3، خلاص طير ليه 2 ان او 3 مع الاثنين ان او 3، اتبقى لك في الاخر ايه؟ سي اي بوزيتيف 2 بلس سي او 3 نيجاتيف 2 يدي لك سي اي سي او 3 سوليد. هي دي المعادله في الاخر، هي دي النت ايونيك ايكويشن. في اي مشكله؟ لا. اسم المعادله دي ايه؟ طالما طلعت لي سوليد كده، طالما طلعت لي سوليد اسمها بريسيبتيشن رياكشن، اسمها بريسيبتيشن رياكشن. طب حلو، تعال نخش على اللي بعدها. بيلك رايت ذا ايونيك ايكويشن اوف ديزولفينج الصوديوم هيدروكسيد. يعني ايه ديزولفينج الصوديوم هيدروكسيد؟ يعني بدوبه، يعني انا هخليه سوليوشن او هخليه اكواس. تمام، يلا ان اي او اتش ده سوليد، احط عليه ميه يعني H2O، بدوبه في ميه يعني هيتعمل ايه؟ هيتحول لايونز، الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف، يلا ان اي بوزيتيف بلس الاو اتش نيجاتيف. اكتب هنا اكواس، اكتب هنا اكواس وهنا اكواس. طب معلش هقول لك على حاجه، هل دي موجوده دلوقتي؟ ما انا دوبتها في ميه، هل دي موجوده؟ السوليد بقى موجود؟ لا، السوليد اختفى. اللي موجود دلوقتي في الميه ايه؟ ال ان اي بوزيتيف والاو اتش نيجاتيف. يعني ممكن اجي لك سؤال في تشويس، السؤال ده ايه؟ يقول لك مين في المعادله دي مش موجود؟ هل ال ان اي اتش اونلي ولا ال ان اي والاو اتش ولا ال ان اي لوحدها ولا الاو اتش وهكذا؟ مين اللي مش موجود؟ هو ال ان اي اتش. في اي مشكله؟ لا. طب تعالى نخش على السؤال اللي بعده.
بيقول لك write the equation of the reaction sodium hydroxide solution مع hydrochloric acid. sodium hydroxide solution يعني ان ايه؟ ده الصوديوم هيدروكسيد او اتش. الصوديوم العمود الاول، الاو اتش في العمود الاول، طير طير خلصت. solution يعني aqueous، كلمه solution يعني aqueous، وهنا برضو في solution يعني aqueous. تمام. هيدروكلوريك اسيد هيدرو لو انا ما اعرفش فهي اتش، كلوريك جاي من كلمه كلور يعني سي ال، ده عمود اول وده عمود اول يطيروا بعض خلاص مش مهم. انا قلت لك الجزء البوزيتيف بيمسك في الجزء النيجاتيف، والجزء البوزيتيف دوت يمسك في الجزء النيجاتيف، يدينا ان اي سي ال ده عمود اول وده عمود اول بلس اتش في او اتش، اتش ماسك في او اتش، دي بقى اتش 2 او. تمام، احنا خلاص اتفقنا. اي حاجه ماسكه في كلمه لينا كريبس بتبقى دايبه في الميه. هل ال NaCl من الكلمه دي؟ اه ان ايه اهي، يبقى دي دايبه، يبقى دي اقوس على طول ما تفكرش. طب ال H2O هل دي حاجه دايبه في ميه؟ هي اذا كان هي الميه اصلا يبقى دي حاجه بيور صح، يبقى دي ليكويد. فيها اي مشكله؟ حلو. اي حاجه اقوس بتتفك خلاص، ده اللي هو سوليوشن، فدي هتتفك. الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف، ان اي بلس او اتش نيجاتيف وهنا بوزيتيف. هل في ارقام بعد الان اي؟ لا. هل في ارقام بعد الاو اتش؟ برضه لا. بلس اتش بوزيتيف بلس سي ال نيجاتيف. ما تنساش اي كيو، اي كيو وهنا اي كيو برضه وهنا اي كيو. تمام. طب الان اي سي ال برضه نفس الحوار، الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف بلس سي ال بلس H2O. هل اكتب، هل افك H2O؟ قال لك لا. ليه؟ عشان هي ليكويد. اي حاجه اقوس هي اللي بتتفك بس. اي حاجه في قبلها، قبل السهم في ذهب بالظبط، بعد السهم طيرهم مع بعض. ال NA في ذهب بعد السهم، في ذهب بعد السهم. CL في ذهب بعد السهم، اه طيرهم مع بعض. اتبقى لي في الاخر H بوزيتيف بلس O H نيجاتيف يدينا H2O ليكويد. حلو حلو. اسم المعادله دي ايه؟ هل دي طلعت لي بريسيتيت؟ لا، ده طلعت لي ووتر صح. يبقى اسم المعادله ديت نيوتراليزيشن رياكشن. ايه النيوتراليزيشن رياكشن ديت؟ النيوتراليزيشن رياكشن دي بتعبر لي عن تفاعل الاسيد بلس البيز. طب معلش، هو ايه الاسيد بلس البيز ده؟ الاسيد بلس البيز دوت، الاسيد دوت اي حاجه فيها اتش على الشمال. النيوتراليزيشن رياكشن دي تفاعل بين الاسيد اند البيز او الالكولاي ان كان. الاسيد يعني اتش على الشمال، البيز او الالكولاي يعني او اتش على اليمين. فيها اي مشكله؟ مفيش اي مشكله. ده معنى كلمه نيوتراليزيشن رياكشن. اتمنى تكون الايونيك ايكويشن اتفهم كويس. الحمد لله دلوقتي خلصنا الايونيك ايكويشن وخلصنا حصه النهارده، واتمنى تكون فهمت الحصه، واتمنى تكون لذيذه عليك وما تكونش ممله. درب نفسك كتير، وكده كده انا هنزل لك الحل اصلا لاكتر من كده على الحته ديت، على الدرس ده اصلا. واستناني في الفيديو الجاي بيكلمك على المول، هتفهم يعني ايه مول، واحده واحده كده مع بعض، وان شاء الله الدنيا هتحلو اكتر. يلا يا عم اسيبك بقى عشان ما ازهقكش. السلام عليكم.